موجز الأخبار من قناة تلفزيون من القاهرة، أهلا بكم. يختتم اليوم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018 فعالياته، والتي انطلقت الاثنين الماضي بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بنجاح مشهود. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي أن الجناح المصري بالمعرض شهد إقبالا هائلا، مضيفا أن ذلك يؤكد دور مصر الريادي في المنطقة ويعكس ثقة المجتمع الدولي والشركات العالمية في الدولة المصرية. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار أهمية معرض إيدكس، والذي يعكس التواصل بين جميع الدول المنتجة والمستخدمة للسلاح. وخلال استقباله مساعد وزير الإنتاج الحربي الباكستاني محمد إعجاز شادري، أوضح العصار أنه سوف يكون هناك مشروعات مشتركة بين مصر وباكستان بحكم العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، لافتا إلى أن باكستان تعتبر من الدول المتقدمة في التصنيع العسكري وتمتلك قوة مسلحة على درجة عالية من الكفاءة. أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جملة من القرارات، على رأسها إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، كما أصدر قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، متضمنا تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الإفريقية ليصبح كلية الدراسات الإفريقية العليا، وقرارا آخر بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بمدينة بدر. فازت وزارة التربية والتعليم بجائزة تحدي الأمية عن فئة الحكومات، وذلك خلال انعقاد قمة المعرفة 2018 بمدينة دبي، كما توجت مؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث القلب بالمركز الأول لجائزة محمد بن راشد للمعرفة، والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 دولار، تمنح تكريما للإسهامات الفاعلة في نشر المعرفة الإنسانية وتطويرها. كما حصدت منظمة اليونسكو جائزة المنظمات الدولية. كشفت وزيرة الصحة هالة زايد عن توقيع عقود ميكنة مشروع التأمين الصحي مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك غدا بمقر مجلس الوزراء. جاء ذلك على هامش تفقد وزيرة الصحة أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبي الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي استهدفت الأطقم الطبية والإدارية لمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد. أكد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن عام 2018 كان مليئا بالأحداث الهامة، منها الصلاة في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية. وخلال حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج رأي عام، أكد البابا أن عام 2012 خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان بمثابة سنة كبيسة وسوداء على مصر، مشيرا إلى أنه كاد أن يسرق فيها الوطن لولا تكتف المصريين. وخلال اللقاء أجاب قداسة البابا على عدد من الملفات الهامة كتجديد الخطاب الديني وقانون الأحوال الشخصية، فضلا عن بعض الجوانب الشخصية في حياة قداسته. هذا وننوه إلى أن اللقاء كاملا سيعرض الليلة الساعة 8 مساء ببرنامج رأي عام مع عمرو عبد الحميد. نظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتوزيع الأجهزة التعويضية على ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. يأتي هذا فيما نظم الحزب زيارة لمقر كنيسة العذراء مريم بمحافظة دمياط، كما افتتح الحزب معرضا لبيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بمدينة بلاد بمحافظة الوادي الجديد. أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان إحسان طاهري أن كابول مستعدة لبحث مختلف المواضيع خلال المفاوضات مع حركة طالبان دون أي شروط مسبقة. وأشار طاهري إلى أن المجلس الأعلى للسلام مستعد للمساعدة في مناقشة أي أجندة تريد طالبان بحثها مع الحكومة، وأنه سيجري بحث أي مسألة يعتمد عليها مستقبل أفغانستان. انتهى الموجز للقاء.